انت عملت كذا روايه كانت ناجحه جدا وكانت موجوده في البست سيلرز. عملت روايه اللي هي كوابيس قبل النوم، عملت منها جزء اول وجزء تاني، مظبوط؟ كلمنا عن يعني عن الروايه دي، احكي لي عنها باختصار كده، فكره الروايه. كابوس قبل النوم هي رواية نفسية رومانسية فيها جريمة، هي ميكس كده ما بين كذا حاجة. مش رعب؟ يعني الناس فاهمها ان هي رعب، بس هي لا، هي مش رعب يا جماعة، يعني هي مش رعب، هي شكلها رعب، يعني الكوفر والاسم يدوك ايحاء ان هم رعب، لا مصممة مش رعب، يعني حاجة يعني سايكولوجيكال سايكولوجيكال اكتر أكتر. بالظبط. تمام. البطل بتاع الرواية دكتور نفسي، فجأة بيلاقي نفسه في حواديت كتير ليها علاقة بالمرضى بتوعه وحياته الشخصية، وبتلاقي كل الحاجات دي اختلطت ببعض، وهي الموضوع كده معقد شوية يعني، ليها جزء أول وجزء وليها جزء تاني، تاني مظبوط؟ بالظبط. طيب عايزاك تقولي برضو أنت إيه أكتر رواية قريبة لقلبك؟ انت عندك كذا، عندك كذا رواية، عندك حنين اضطراري، كوابيس، قبل النوم، في كذا رواية تانية بالظبط، فكرني زي كل سنة، بأسمائهم وفي زي كل آخر سنة. أيام آدم، وكوابيس قبل النوم 1 و2، وفي بقى الرواية اللي هي لسه هتنزل النهاردة اللي جاي. لا دي هنتكلم عنها، بس ماشي استناني بس ماشي دلوقتي دي. قولي اوكي طيب، قولي ايه اكتر رواية في اللي انت كتبتهم اوكي اقرب حاجة لقلبك؟ احنا طبعا دلوقتي شايفين دي الروايات بتاعتك دي كوابيس معروضين. قبل النوم في فيرجن. طيب قولي بقى اقرب بقى رواية في دول لقلبك. أقرب رواية لقلبي كانت زي كل سنة، اللي هي الرواية التالتة، عشان أعتقد دي كانت البداية الحقيقية بالنسبة لي. يعني أول روايتين كان لسه لسه برضو البداية، بتجرب. اللي هو بحاول الناس يا جماعة في حد اسمه عبد الرحمن حجاج بيكتب، بس الانطلاقة الحقيقية كانت من خيال زي كل سنة، فبحس إن هي قريبة من قلبي أوي. دي اقرب حاجة لقلبك. طيب أيوة ايه اكتر رواية حققت نجاح؟ كوابيس قبل النوم، دي اكتر واحدة يمكن الناس بتحب شوية الحاجات سسبنس النفسية، كده شوية، السسبنس دي صح بتفرق مع الناس، جدا، صح؟ الناس عايزة تعرف ايه اللي جوه، ايه الموضوع. طب قول لي احساسك دلوقتي وانت بقى عندك خلاص كذا رواية، وفي حاجات منهم طبعا يعني محققة نجاح كبير، لما بتفتكر كده اول رواية كتبتها اللي انت قلتيها حنين حنين اضطراري، اضطراري، صح؟ ساعات الناس لما مثلا بتشوف شغلها القديم في اي مجال بيبقوا لا مش راضيين عنه، خبي مش خبي عاجبهم، مخبي، ومش عايز، مش عايز تشوفه، مش عايز بالظبط. تتكلم عنه. حاسس بده في حنين اضطراري واضطراري ولا لا بصي مش انا بشوفها بتحس الاحساس ده؟ بطريقه تانية، بشوفها ان انا بدات من حته معينه ووصلت لحته، ان في تطور بيحصل، فمش ببقى مش ببقى مكسوف منه، على قد ما انا بقيت احس ان انا لا، انا وصلت لحاجه معينه، هي دي اللي بنتكلم دي عنها. حنين اضطراري. طيب ده الكفر، قولي فكرة الرواية هي كانت روايه ايه؟ كانت ميكس ما بين قصه رومانسيه وجريمه قتل، تحب انت ايه؟ انت عندك لازم في ميكس فيه. ميكسات كده بتحصل وبرضه بالظبط، التانية قلت لي جريمة قتل وحاجة رومانسية. جريمه وسايكولوجيكال ورومانسيه، فيعني بحب دايما ما يبقاش الروايه فيها جونرا واحده، لا بحب الموضوع يبقى فيه في كذا حاجة. بالظبط.